شايفينه دلوقتي سيد أحمد أبو الغيط بيسلم على جمع من الرؤساء وجمع من الزعماء والقادة الذين يحضرون هذه القمة. كما قلت لحضراتكم منذ قليل، 6 رؤساء عرب هم بس يعني الذين حضروا يعني هذه القمة، 6 رؤساء عرب، ولكن مصر يمثلها في هذه القمة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد ورود أنباء عن أن هناك محاولات لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.